النهارده جايبه لكم عرض حلو جدا للمدارس والجامعات وللخروج كمان. والميزه في العرض ده النهارده ان عندنا شحن بالقطعه وعندنا عروض وخصومات كمان على الشغل المستورد. احنا النهارده موجودين عند مكتب الاخلاص، الشغل اللي هناك كله يا اما حق يا مستورد يا فيتنامي يا استوكات يا شغل ميرور بالبوكس بتاعه بشهاده الضمان كمان. هيكون معانا كل الماركات العالميه تي ان والنيو بالانس وماركات تانيه كتير هتلاقوها موجوده معانا في الفيديو ده. عندنا شحن من اول قطعه وعندنا اسعار خاصه كمان للجمله والكميه. المكتب هناك موجود فيه اطفالي لحد المحيرات، ينفع معاكم كمان شغل مدارس الشرابات، وفي حاجات خروج حلوه جدا. عندنا الشغل الرباط اللي هو الذاتي بالبقره، شغل كتير قوي هتشوفوه جديد معانا النهارده. عندنا كمان شباشب جلد طبيعي طب رجالي عامل عليها عرض جامد جدا. الاسعار اللي هنشوفها في الفيديو دي اسعار القطاعي، الجمله والكميات بيكون ليها اسعار خاصه، بس اللي يروح يقول انه جاي تبع قناه يوميات مكه. يبقى لكم الارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه، لينك التليجرام اول تعليق والعنوان بيبقى متصور في نهايه الفيديو. بس بالله عليكم ما تنسوش لايك وشير، وعلى بركه الله نبدا الجوله وعرضنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ كوتشيات المدارس بقى وصلت. عروض بقى وشغل عالي بقى خالص. والنهارده هنعمل لهم اسعار حلوه عشان المدارس والجامعات برضو. تمام. كويسه على المستورد، على الحق، على الميرور. تمام. اي حاجه ان شاء الله عندنا. ما بنشتغلش شعبي. بصي يعني ما اعرفش من اعلى حته لاقل حته عندي على عرض. تمام، هنبدا بايه ان شاء الله؟ هنبدا مع بعض كده. وده عامله عرض ما كانش ثمنه كده خالص، وده النهارده هيبقى بكام؟ 150 جنيه بس. ب 150 جنيه. بصوا يا جماعه شرابات دي كميه مشكله، عامل لي عرض على 150 قطع يا جماعه، رزق اللي يجي يلحق منها. الشغل كله كميات، بس دول اللي قطع عاملهم ب 150، اقل قطعه فيهم كانت ب 190 وب 185 جنيه. بصوا كده يعني هتلاقوا حاجات من دي موجوده باسعار تانية جوه برضو على كام؟ 150. وفيهم اطفال، اللي عايز اطفال مدارس ب 150 شراب، والحاجات دي مستورده حاجه محترمه على 150. في ايه تاني معانا يا محمد؟ حاجه زي كده نيجي عرض تاني. ده كام ده؟ 195 جنيه. ده ب 195 جنيه. طب والله حلو قوي على 195. 195. بصوا حلويات يا جماعه على 195 جنيه، شكله تحفه. 195. بصوا الحلويات، بصوا حلو قوي على 195. ده موجود فيه كميات ومقاسات. كميات ومقاسات. تمام على 195. الاسعار دي قطاعي، الجمله بيكون ليها اسعار خاصه. سوري. بصوا على 195 جنيه، حلو قوي ده يا جماعه. كل ده ب 195. الشحن من قد ايه يا محمد؟ الشحن عندي من اول قطعه على 195. اللي عايز قطعه بتتشحن له كل المحافظات. ركزوا معانا، بصوا كده، استنى لنا ياخدوا سكرين. كل ده بكام؟ 195. تمام، خدوا سكرين. كل ده ب 195 جنيه النهارده عند الاخلاص يا جماعه. وبصوا عرض لكم حاجات حلوه قوي على 195، يعني طول ما انتم ماشيين. كل ده ب 195. بصوا حلو قوي على 195 اهو. بصوا كل ده النهارده معانا على 195. الاسعار دي قطاعي وشحن بالقطعه. 195 كل المحافظات. تمام، كل ده على 195. الحاجات دي كلها 195. بصوا حلو قوي حاجه زي كده، واللي فيه منقط ده ما شفناهوش. ده بصوا ده على 195. كل ده حلو قوي قوي على 195. واللي ما بيحبش الوش اللي هو عريض للاخر، في حاجات صغيره زي كده برضه على 195. في عروض ايه تاني معانا؟ لو بصوا في مشجرات 195 اهو. واو، دي قطعة بقى. الحاجات دي قطعة 195. دي قطعة على 195 ومقاس 41 اهو على 195 جنيه. نيو بالانس. نيو بالانس. نيو بالانس على 195 جنيه. ركزوا في العروض، كل ده ب 195. حلو جدا ده. حاجة زي كده 195. ده برضه ب 195 جنيه. تمام. الاوجي. الاوجي وجمال على 195 جنيه. ركزوا معانا يا جماعه، وده برده 195. تمام. البالمان. البالمان برده 195 جنيه. ركزوا معانا، عرض ال 195 فخامه، عامل لكم نيو بالانس ب 195 واوجي ب 195، والشغل ده كله على 195. نيو بالانس 195. 195. كل ده النهارده عرض ال 195، عرض الجامعات والمدارس يا جماعه النهارده على 195. النهارده برده اهو في الساده اهو دي. تمام. 195. كل ده على 195. حلوه الحته دي، حته حلويات ايه حلوه دي، وريني كده يا محمد. 195. بصوا تحفه على 195 جنيه، شكلها حلو قوي. تمام. وفلاتات برضو ايه؟ تمام، فلاتات 195. الفلاته يا جماعه اسود وابيض، اشكال كتير على 195. والحته اللي فيها ايوه دي، لا اللي جنبها يا محمد، ايوه تسلم ايدك.
بصوا دي كعب عالي، دي كعب عالي اهي ب 195 جنيه 95. يعني هتيجوا تشكلوا من هنا، ده كله عرض 195، والشرابات دي كلها برضو عرض معانا النهارده كانت 195 جنيه، والعرض اللي هنا ده مشكل بواقي اللي يلحق منه على 150 جنيه. كملوا الفيديو فضلا وليس امرا، لايك وشير الفيديو. هننسى رجالتنا عرض الشباشب الرجالي، ده جلد طبيعي ولا جلد طبيعي ونعل طبي؟ اه ده طبي جلد طبيعي. بصوا حلو قوي، انا عايز اوريها لكم اهي طبي جلد طبيعي. والنهارده عندنا كام؟ 165 جنيه بس. 165 جنيه الله حلو قوي، ده برده على 165 جنيه طبي اهو يا جماعه. اي شبشب اهو، بصوا الحلويات ده 165 اهو، حلو جدا ده، كل ده على 165 جنيه طبي جلد طبيعي. والاسعار دي قطاعي لكل المتابعين، وشحن بالقطعه والجمله ليها اسعار خاصه. كل ده ب 165 جنيه. 165 بص اهو يا جماعه على 165. الالوان الجديده، الالوان الجديده الجملي والاصفر المستارده وكله طبي زي ما انتم شايفين على 165. حلو قوي على 165 ده، تمام. جلات كتير واشكال كتير، بص كده كل ده ب 165 اهو، ده برده على 165 تمام. تشكيل كله كتير قوي ما شاء الله، برضه ده ب 165. كل الاذواق موجوده، سواء الجمل البني الاسود، اللي عايز حاجات زي كده سيور كله على 165. ده محير ده صح على 165، ده مقاس 37 على 165 برضه اهو يا جماعه. حلو قوي على 165 العرض طبعا كبير، تسلم ايدك. بصوا العرض كتير قوي، لحد كامل مقاسات 45 لحد 45 لحد 45. تسلم ايدك، تمام. كراتين دي فيها ايه النهارده؟ لا ده شغل بقى عالي بقى، ده شغل المدارس. شغل المدارس، شغل المدارس بقى، كراتين المدارس وصل. مستعدة للمدارس، بصوا كده اهو. اه حلو ده، ده شغل مدارس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 210 ده النهارده ب 210. كوتش المدارس مستورد ده يا محمد ولا مصري؟ على 210 ده مستورد ب 210. ما شاء الله عليه، كل ده النهارده ب 210، شغل المدارس المستورد ب 210. الله حلوه الحته دي 210. بصوا الجمال، كل ده النهارده ب 210، كوتش المدارس المستورد على 210. ركزوا معانا في العروض، ابيض اسود رصاصي كل الالوان موجوده، وريشه خفيف خفيف قوي على 210 يا جماعه. كوتشيات المدارس 210، بصوا الاسود منه كل ده معانا على 210. موديلات كتير، موديلات بصوا بالوانه، المخزن ما شاء الله مليان كراتين. كل ده على 210. 210 حلو جدا ده، تسلم ايديك. وعرض 210 في موديلات كتير، في موديلات كتير منه. مقاساته لحد كام؟ مقاساته لحد كام؟ 27 ل 36. ل 36 تسلم ايديك، تمام. المميز كله، المميز يا جماعه، الشغل المميز كله النهارده حلو قوي. تي ان، تي ان يا جماعه، استوكات بصوا كده حلو قوي. تي ان الميرور الاستوك كام النهارده ده يا محمد؟ وما تصدمنيش بالله عليك. لا النهارده عندنا العرض صورناه في الداتا قبل كده، بصوا ده تي ان وب 1300 النهارده، النهارده ب 1100 جنيه بس، ب 1100 جنيه. التي ان يا جماعه المستورد على 1100 جنيه بالوانه وكميات، بصوا كده على 1100 جنيه. حلو قوي ده تي ان 3. الناس اللي بتحب الشغل الاستوكات، وعندنا من اول 150 جنيه ومستورد برده، بس كل حاجه ليها سعرها. ده اللي عايز الميرور وبالبوكس، حلو قوي ب 1100 جنيه بالبوكس بتاعه، تمام. ب 1100 بس، ب 1100. في ايه تاني معانا؟ والسعر ده تحدي، تمام. وتحدي الناس اللي بتلبس الاستوك عارفه، تمام. بص الحته دي الزوم اكس، الزوم اكس تمام تمام، ختمها بالختم بتاعها اهو يا جماعه، الزوم اكس. عليكم السلام ورحمه الله. بصوا حلو قوي 950 جنيه، 950 وبرده نتحدى اي حد. الزوم اكس يا جماعه على 950 جنيه بالختم بتاعها زي ما انتم شايفين، حلو قوي دي برده، الوان من اهي. شوف اللون ده، بصوا الله حلو، اللونين اللي داخلين جداً في بعض، وده برضو اللونين داخلين في بعض، شكله حلو تمام. جدا. قلت لي على 950، 950 جنيه، 950 اتفضل يا محمد، تمام. دي اللي هي الزوم اكس يا جماعه، مش هينفع ما عرضتش التكنو، التكنو بصوا 1300 جنيه، ده 1300. بصوا كده على 1300 تكنو ميرور اصلي يا جماعه، كل ده شغل ميرور، بقيت الوانه كلها. تسلم ايدك، تمام اتفضل اهو. اختمه ايه؟ بالختم بتاعه اهو يا جماعه، اللي عايز يبص ويشوف اهو، تمام. السيريال والختم والبوكس وكل حاجه موجوده، وبلاش كده احنا بنتفرج على تشطيب وتقفيل. حلو قوي 1300 جنيه بس، 1300 تمام. عندنا الصمبا، الصمبا بصوا الصمبا الميرور 1300 جنيه، الصمبا ب 1300 جنيه الميرور الاصلي، دي اللي هي الصمبا الجديده يا جماعه. حلو قوي دي، اتفضل. خفيفه اه جميله، حلو قوي. نيو بالانس، نيو بالانس النهارده شغل الميرور والاستوكات كام؟ 1300 جنيه، دي برده 1300 نيو بالانس، تمام.
حلو قوي. الناس اللي بتسال تمام الحاجات دي على 1300 بالباركود بتاعه اهو يا جماعه، وهتاخدوها بالبوكس بتاعها وشحن محافظات في القطعه. تمام. طبعا السوبر ستار، السوبر ستار الناس كلها عارفاها السوبر ستار. حلو قوي. كام برضو دي؟ عامله 750 جنيه 750 برضه بالبوكس. البوكس بتاعها 750 بالضمان كمان. بصوا بالضمان، يعني بصوا النهارده طب والله حلو قوي. هتاخد الكوتشي بشهاده الضمان بتاعته. تمام. اديداس شهاده الضمان بتاعتها بالسيريال من اديداس يا جماعه. الاير فورس اعدلها بقى لا تقع. الاير فورس الميرور برضو، الميرور بالشهاده بتاعته برضو بشهادته. بصوا الكوتشي بالضمان، استنى لنا بس يعني هياخدوا النهارده الكوتشي بالضمان، بالضمان بتاعه حلو قوي بالسيريال بتاعه يا جماعه. كل ده ميرور اصلي. وكام النهارده؟ وبالسعر بتاع التوكيل كمان اهو. تمام. سعره كام؟ 750 جنيه بس. 750 العرض لفتره محدوده. تمام. ده ب 750 عرض لفتره محدوده. تسلم ايدك. تمام. في ايه ثاني معانا؟ عندنا السكتشر الميرور. السكتشر الميرور، لا انا نفسي بقى تمسكي ده في ايدك. لا ايه ده؟ مفيش ده. بصوا ولا كانكم شايلين الوش بتاعه بس مش حاجه. كام النهارده ده؟ ده خفيفه 675 بس. 675 الحاجات دي رجال لحد 45 حريمي ورجالي. حريمي ورجالي. سكتشر السكتشر ده برده بيبقى خفيف جدا برده. كام النهارده؟ بصوا ده 650 جنيه بس. 650 كل ده النهارده على 650 جنيه. تسلم ايدك. تمام. عندنا برده الهوكه. الهوكه طبعا كل الناس بتسال عليها. والكحل الزهري بتاعه تحفه. الهوكه يا جماعه شغل ميرور. تمام. وريني يا محمد. 850 جنيه بس. 850 دي الهوكه على 850 هات لي الزهر انا بقى عشان ايه اللون ده مطرقع وباين فيه قوي. قلت لي بكام؟ 850 جنيه بس. ب 850 الهوكه يا جماعه على 850 جنيه. حلو جدا برضه. تمام. تسلم ايديك. في تاني معانا؟ لا احنا معانا النهارده حكايات كتير. معانا شغل عظمه النهارده. تمام. برضه مش هننسى الناس اللي عايزه حاجه قريبه وبسعر حلو. قريبه وبسعر كويس. تمام. تمام. وخانتها نظيفه. تمام. والناس هتحتاج وتشوف. استنى لي بس الحلويات دي. انا عايزاكم تتفرجوا على النيو بالانس. نيو بالانس. النيو بالانس وجماله. 130. تمام. لا انا هاخد الحته الموف دي امسكها لكم انا. دي خامات كتيره دي. بصوا فظيعه حلوه قوي قوي وشكلها شيك جدا. وكام النهارده ده يا محمد؟ 550 جنيه. 550 جنيه. نيو بالانس يا جماعه استوك ولا ايه؟ لا نمشي استوك. مستورد؟ حقن بس حقن نضيف. تمام. قلت لي بكام؟ خامات مستورده. ب 550 جنيه. بس الحته اللي معايا حاجه امسك كده. ودي حاجه ثانيه. بصوا كده دي بقى اللي هي الكعب المنفصل 550 برضو. بصوا اللي هو الكعب من ورا كده. ودي النهارده 550 بالوانها. دي برضو نيو بالانس ودي نيو بالانس اشكالهم كتير. بنشحن بالقطع يا جماعه. كل ده برضو على 550. 550 جنيه بس. تمام. تستنى كتير. واللون اللي تحت ده فظيع. 550 ولا ده ايه؟ كتير. ده كام ده؟ ده 950 مستورد ميرور. ده ميرور يا جماعه على 950 جنيه. بصوا بالوانه بس تحفه. ده نيو بالانس 90 60. تمام. تسلم ايدك. في تاني معانا؟ باني. الباد باني حلو قوي ده 550 جنيه بس. استنوا لنا بس اما ناخده لكم سكرين كده. ده الباد باني على كام قلت لي؟ 550. 550 جنيه. ده برده مستورد على 550 جنيه. المكتب كله ميرور ومستورد واستوكات وبس عشان بس تبقوا عارفين. تمام. الكونفيرس. الكونفيرس كام الكونفيرس؟ ميرور الميرور المستورد المستار. تمام. اهو معايا برضه 325 جنيه بس. 325 قط وهاف الاثنين سعر واحد. ده القط معايا والهاف معايا 325. كونفرس الستوك الاصلي متاح منه حريمي ورجالي. تمام. متاح منه الحريمي والرجالي يعني لحد 41 ولحد 45. معانا برضه سكتشر ميرور. ده ميرور برضه. الله ده ريشه خالص. كام ده؟ جميل جدا. كام ده يا محمد؟ 750 جنيه. ده ب 750 جنيه. حلو جدا ده على 750. الخامات خفيفه قوي والموديل ده يرجع لذوقكم انتوا مش اكتر. في ايه تاني يا محمد معايا؟ معانا الشغل الفيتنامي ده. الفيتنامي ده مش ميرور يا جماعه. ده فيتنامي. ده فيتنامي تمام. راننج يا جماعه. كام النهارده؟ 650 جنيه بس. 650 جنيه. حلو 650. جدا على 650. تمام. ايه الجمال ده؟ اهو بصوا الحلويات شكله تحفه. وب 600 جنيه بس عشان خاطر متابعين. ده ب 600 جنيه. ده فيتنامي يا جماعه على 600 جنيه. اهو حلو قوي ده. شغل فيتنامي. تمام. والاهم من هو فيتنامي كمان التقفيل بتاعه. التقفيل بتاعه اهو. شغل خياطه حلو قوي ده من جوه يدوي. تمام. فرش طبي. تسلم ايدك. تمام. قلت لي كام ده يا محمد؟ 600 جنيه بس. 600. تمام. في ايه تاني معايا؟ عندنا حاجه زي كده برضو. بص ده كام ده برضو؟
650. ده برضو 650 جنيه. بصوا حلويات يا جماعة على 650. الوان كتير منه بقى يعني زي كذا لون. الوانه كلها متاحة. الميزة في المكان هنا بيشحلكوا بالقطعة لكل المحافظات، والاسعار دي بتبقى قطاع الجملة بيكون ليها اسعار خاصة. عندنا حاجة زي كده برضو. الوان كتير منه برضو، اربع الوان. تمام. 650 جنيه. برضو 650. حلو قوي. على 650. حلويات. بص الجمال ده. حلو ده. قطعة تحفة. كام برضو ده؟ وب 650 جنيه. ده برضو 650. بصوا كده اهو. 650 جنيه. حلوة دي. بألوانها يا جماعه على 650. طبعا الموديلات كتير مش عايزين نطول عليكم. بصوا التشكيل في تليجرام، بسيبه لكم في اول تعليق تشوفوا فيه كل حاجه. في ده عامل 600 جنيه. ده ب 600. حاجه زي كده 650. وده برده 650. في حاجات زي كده 500 550. وكل الحاجات دي عروض. كل دي عروض على 550 و650. حلو قوي. تمام. المقاسات فيها كلها لحد كام؟ لحد 41. لحد 41. وعندنا برده البناتي. البناتي. بصوا الجمال ده. ده بقى ينفع للناس اللي بتحب شغل نظيف للمدارس والخروج. ده فيتنامي. ده فيتنامي كام النهارده ده يا محمد؟ 550 جنيه. 550. ده مستورد يا جماعه، وفي من 150 جنيه عشان تبقوا عارفين. بكام النهارده برده؟ ده 550. 550. ده كله فيتنامي مستورد. برده 550. برده كل ده ب 550. وعندنا موديلات كتير، عندنا شغل مش معروض. اعدلها لنا بس كده ببان 550. تسلم ايدك. تمام. في شغل كتير، انا بقفلكوا ثواني بس تعرفوا تاخدوا سكرين او حاجه. في تاني معانا حلو قوي. معانا اوجي. الاوجي ده، الاوجي ده قمر. وريني يا محمد. 350 جنيه بس. الاوجي ده ب 350 جنيه، ثلاثه لازقه كده على 350 بالوانه. بصوا حلو قوي ده. تمام. اتفضل. في تاني معانا. معانا الهافل الجميل ده. الله حلو ده. حلو قوي ده. تخرج خساره يروح مدارس بيه. ده كام الاوجي؟ 375 جنيه. 375 جنيه. بصوا الوانه على 375. الوش رابر. تمام. حلو قوي. محترمة جدا. تمام. شكله شيك. ده ولادي بقى. ولادي وبناتي. يمشي الاثنين؟ الالوان دي تمشي بناتي، والالوان دي تمشي ولادي. تمام. عندنا برضه حاجة زي كده جميلة زي دي كده. بصوا ده تحفة. حلو قوي ده. تحفة خروج ومدارس، شكله شيكة. كام ده برضه يا محمد؟ 375 جنيه بس. 375. حلو جدا ده. ده 375. ده بنات قمر على 375. في تاني معايا؟ عندنا برضو حاجه زي كده ولادي وبنات تمشي. كام برضو ده؟ 250 جنيه بس. ده 250. ده النهارده على 250. تمام. الاوجي. الاوجي كام برضو الاوجي؟ 350. ده 350. وعندنا برضو البقره. البقره ده اللي هو الرباط، بيتلم بقره عشان تبقوا عارفين يعني. بصوا لا وبينور. حلو قوي ده. الرباط بتاعه بيتلفوا البقره يتلم معاكوا وتفتحوه بيتفرد عادي خالص وبينور كمان ب 350. تمام. حلو قوي ده. استنى لنا بس كده، استنى لنا اديني وش عشان اشوف. انا ده الرباط كده بيتلم بقره يعني. رباط مفروض معاكوا اهو، مفيش ربط بقى. لموا لنا بص تك عليه ولفوه خلاص يقفل على الرجل ويتلم بقره. وده حلو جدا للاولاد اللي ما بيعرفوش يربطوا الكوتشي. وده قلت لي كام؟ ده 350. 350. تمام. حلو وسهل جدا على 350. معانا فلاته زي كده. معانا الفلاته دي برده كام؟ تمام. دي مستورده فيتنامي. فلاته مستورده فيتنامي اطفال. حلو قوي. الحاجات دي بتبقى خفيفه ومريحه للرجل الاطفال جداً. جدا. دي عامله 350 جنيه برده. 350. مقاساتنا لحد 36؟ من 27 ل 36 لحد 36 في الاطفال كلها عموما يعني. طبعا الاطفال فيها حاجات كتير. في حاجات كتير. في حاجات تحت. زي كده. كام برضو ده؟ الصغيرة. المقاسات اللي هي البيبيهات. ده 275. 275 ده مستورد برضو يا محمد. على 275. تمام. كل شغل مستورد. شغل الاطفال ما شاء الله اللهم بارك ينفع مدارس وخروج وكلها ستوكات ومستورد. نعل تركي. ده نعل تركي. خفيف برضو. كام النعل التركي؟ 300 جنيه بس. ده ب 300 جنيه. بصوا بالوانه على 300 جنيه النهارده. حلو جدا ده. تسلم ايدك. تمام. على 300. في تاني معانا يا محمد؟ نبدا مع بعض برضو الشغل الهادي شويه. عندنا حاجه زي كده. اديها لي كده يا محمد تبان. تسلم ايدك. كام النهارده؟ دي عامله 400 جنيه. دي النهارده ب 400 جنيه. حلو قوي. وعندنا حاجه نفس الشغل بالظبط. نفس الشغل. تمام. 350. ب 350. تمام. الكعب المنفصل. الكعب المنفصل في ب 400 وفي ب 350 عشان بس ما حدش يختلط على الامر. خدوا سكرين بالسعر والموديل وبيشحنها لكم محافظات بالقطع. في ايه تاني معانا؟ حاجه زي كده. حلو ده. برضه الوان. 375. 375. ثلاث الوان. 375. مقارب للاوجي. ثلاث صح؟ 375. الرباط بتاعه اوجي على 375 بالوانه.
يعني الحته اللي فوق كده تحسها كلها اوجي في بعضها كده. في ايه تاني معانا؟ الاير فورس. بصوا كده، ده الاير فورس كام النهارده؟ الاير فورس 350 جنيه. 350 جنيه زي ما انتم شايفين، حلو قوي على 350. تمام. معانا الحلويات دي، دي حلوه قوي الحته دي. تمام. كام النهارده دي؟ وش رابر. تمام. فاشل 350 جنيه بس. ب 350 جنيه. والوان طبعا كتير، الوانها كلها موجوده على 350. وريني الحته البرتقالي دي يا محمد. بصوا خدوا سكرين براحتكم، على 350 جنيه بالقطعه، والجمله ليها اسعار خاصه. اشكال كتير والوان كتير. يعني دي برده 350 اللي انت ماسكها دي. 350. كل ده ب 350. تمام. 350. بصوا ده برده كل ده. استنى يا محمد مش لاحقين نشوف. اهو. على 350. 350. بصوا ده برده ب 350. حلو قوي. يعني بصوا التشكيل اللي معاه ده كله ب 350 جنيه وكلها مستورده. تاخدي معاك 350 اهو. بصوا كده، خدوا لكم سكرين. كل ده ب 350 جنيه النهارده، شغل مستورد حلو قوي على 350 جنيه. الاسعار دي كلها لكل متابعين قناه يوميات مكه، ولو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو كامل بتلاقوه نزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب، ادخلوا شوفوه كله ب 350. تسلم ايدك. في ايه تاني معانا يا محمد؟ بص شايفه هنا بقى شويه الرننج، ده بقى شغل المدارس بقى. شغل المدارس رسمي يعني. تسلم ايدك. الرننج عندنا حاجه ثانيه، عندنا حاجه زي كده. بصوا الرننج يا جماعه، مدارس بقى وجامعات، حاجات بصوا عمليه جدا، وفي الغساله واشتغلي مفيش حاجه. الفندي بتاعه. طب كام النهارده ده؟ ده الفندي فيتنامي. تمام. بس هو حق، ده حق. حقن يعني ايه يا جماعه؟ يعني الخامات مستورده والتقفيل مصري. بالظبط كده. بس كده عشان تبقوا عارفين يعني. المكان مستورد برضو. بنقفل فيه. بس كده. كام النهارده طيب لازم؟ 350 جنيه. 350. 350. 350. اي حاجه بدول 350. اي حاجه من هنا 350؟ كله؟ عشان ما حدش يختلط على الامر. ده فيتنامي. ده فيتنامي ب 350. 350. بص كل ده 350. عندنا برضه حاجه زي كده. تمام. 275. ده ب 275 كمان. بصوا كده كل ده على 275 جنيه. ركزوا معانا في الاسعار، كل ده ب 275. حلو قوي ده. على 275. ده برضه بالوانه على 275 جنيه. حلو قوي ده. تمام. تشكيل حلو جدا، تعبتك معايا يا محمد. وشكرا جدا. في حاجه ما عرضناهاش؟ والله في كتير ما عرضناهاش. بس عشان وقت الفيديو، انت حابب تعرض حاجه دلوقتي تاني؟ 275 ده ولا ايه؟ كده تمام. 275؟ ده عم 375. 375 اكد عليكم السعر. 375. حابه اقول لكم احنا موجودين في القاهره في العتبه، مول البربري خلف مول صدناوي، الدور الثاني علوي، مكتب الاخلاص. عندنا شحن من اول قطعه لكل المحافظات. لينك التليجرام في اول تعليق، والارقام سايبها لكم طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي العنوان بقى، وازاي نوصل مول البربري. احنا واقفين فين؟ هتنزلوا محطه مترو العتبه. احنا واقفين قدام سنترال العتبه، واللي عملت عليه زوم ده جراج العتبه، ده السنترال على طول. بصوا زي ما انتم شايفين كده، الشارع ده اللي بنخرج منه من محطه المترو، شارع علي الكسار. يعني هتخرجوا من محطه مترو العتبه اتجاه شارع علي الكسار، هتخرجوا على طول من هنا هتلاقوا على طول مول صدناوي في وشكم، وهتلاقوا كمان على يمينكم ده السنترال العتبه. هنلف كده ندي ظهرنا على طول للسنترال، هنلاقي الرويع في وشنا وكمان مول صدناوي. بصوا كده، ده مول صدناوي عملت لكم عليه زوم، ده العنوان اللي هيوصلكم المول البربري. ناس كتير قالت مش عارفين نروح يا ام مكه، وصوره لنا من بره، انا صورته لكم دلوقتي. هندخل في الشارع ده، اسمه شارع الرويعي، وكمان ده الشارع الخلفي لمول صدناوي. هنفضل مكملين فيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده الباب الخلفي على شمالنا لمول صدناوي، هنكمل فيه زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا كمان الشركه بتاعه العربي للمعادن الحديثه، شركه العربي للمعادن الحديثه اللي هي دي. بصوا العربي للمعادن الحديثه. هنكمل بعدها كمان، دي هتبقى على يمنا، ما عملت لكم زوم بس على علامات مميزه موجوده في الشارع. هنكمل تاني بعد العربي للمعادن الحديثه زي ما انتم شايفين كده. بصوا لسه شركه العربي، هنفضل لحد اخر شركه العربي للمعادن. وهنيجي هنا بقى يبقى فيه تقاطع، احنا هنحوت شمال على طول، يبقى يمين وشمال معانا. احنا هنحوت شمال، هنلاقي مول البربري، ده مول البربري اللي عملنا منه الجوله النهارده. هنطلع معاكم للدور التاني علوي. الدور التاني علوي ده فيه مكاتب كتير صورنا منه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، كده كنا طلعنا الدور التاني، قصرت عليكم السلم يعني. هنلاقي مكتب التيسير كمان للكوتشي، عملنا لكم منه جوله حلوه جدا، مش جوله هي جولات. هلف على طول هنلاقي مكتب الاخلاص في وشنا، ده اللي عملنا منه الفيديو النهارده. يا رب يكون الجوله عجبتكم، ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.